أنا مهندس أنور صباح، أدرس ماجستير في ماليزيا. بصراحة تعرفت على إخواننا من شركة ودي ماليزيا، وكان هذا أول تعارف لي معهم، والحقيقة كانوا إخوان ملتزمين جدا وطيبين، تعاملهم نظيف جدا ودقيق. كانت يعني الحقيقة التعاون مثمر والله العظيم. بالنسبة لي أشجع كل أصدقائي وزملائي يعني أنهم يكونون إذا دمجوا السياحة فيجون على شركة ودي ماليزيا. شركة تعاملها جدا ممتاز وملتزمين، ناس في أعلى مستويات الكفاءة، ولا مجاملة ولا شيء، لأنه أنا قاعد بشركتهم. بس الحقيقة هاي حكيها وراهم يعني حتى تكون بالصوت. فأتمنى لهم والله كل الخير والموفقية، وهم شباب ما شاء الله، الله يزيدهم خير وبركة إن شاء الله. شكرا جزيلا.